سماح المره دي يا حضره السود اللي ما يعرفك يجهلك. معلش يا سماح. سامحني ده انا مبسوط منك لانك قمت بالواجب بتاعك وزياده كمان. بتضحك يا ابن العبيطه. العفو العفو. عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميد خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضره الضابط. اتفضل يا حضره الضابط. اتفضل يا حضره الصوره. اتفضلوا. لا 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 خلينا زي ما احنا. احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحارب. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شويش عطيه. نعم. الباز يا فندم جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. يا شويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو هذا الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شويشنا. صباح الخير يا باز يا فندم. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصيه. وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصية بس؟ امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. يا سلام ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباش دول منين يا باز يا فندم؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟ انا ليا الشرف يا باز يا فندم. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله. انت هتقف كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك اظن. ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ونيله سودا على دماغك ودماغ اللي خلفتك. طبعا انزلكوا بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القرنيه بتاعتكم. انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. انا رفضي. انا مش هسيبك الا لما اشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميد احنا جايين انا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط. انا متاسف اللي حصل والله. بالعكس انت كان لازم تعمل كده قدام الباز واي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول. انا متاسف. اعمل معروفك. انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره عشان تطهالك انت صاحب الشنطه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بجن يا ابن البجن. امشي طبعا. امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصتم ابدا غيري انا. امال كلك شهامه يا باز افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه ذنبها ايه؟ ويعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ هلو حبيبي العمر قصه حبي. انت حبيبي ارحم دموعي. يا ولية حرام عليك ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا باز افندي. العفو يا اخي. العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا باز افندي. هيتمم بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. برضو يا اخي المره الجايه انا مش موجود يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق. مفهوم. الغرض حمدلنا على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورمان تو. لكن هتعرف تطلعها يا رئيس حنفي؟ حتما لازم اطلعها. دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا. ولا يكون عندك فكره. ولا لكم عليا. من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاي ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وزه. اهلا يا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن والنسافه. اهلا يا رئيس حنفي. الله مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي دول قالوا عليكم تجار مخدرات؟ مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا رئيس حنفي. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا باز افندي؟ والله كنت لسه هقول له انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري هفوت عليك اخر. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا رايس حنف؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه الله صحيح. بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا رايس حنف؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر. انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي
طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميدو بدالك نخدمهم. موافقه يا ست لاتانيا، انا اضمنهم برقبتي. ما فيش مانع، واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيره الله. ما تنساش معانا يا بدر فندم. لا انت ازاي، ده معقول؟ الحمد لله على السلامه. طيب حشيش، الحشيش احنا بتوع حشيش. يا اخويا حشيش بس يا الله بنت استفدت. تطلع ايه دي يا باشا فندم؟ ولا اعرفه. تكونش شوكولاته. صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. هلباوي قوي يعني. أفندم. أهلا ابن حميدو. ازيك يا حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميد. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في الدكات. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس مهمات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. ايه